السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية جميعا. معكم الأستاذ أحمد حمدي، مسؤول قسم الـ IT بمدرسة الإسراء الخاصة. حابب أن أنا أشارككم بعض المعلومات عن الاختبارات المركزية وعن بعض الحلول للمشاكل الشائعة اللي بتواجه الطلبة خلال الاختبارات المركزية وعلى نظام السويفت. في البداية، الاختبارات المركزية بتكون من قبل فريق التقييم من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي عبارة عن اختبارات قصيرة تكون من طلبة من الصف الرابع لين الصف الثاني عشر. والاختبارات هذه بتكون لكل مادة من مرتين لأربع مرات. النقطة اللي بعدها، اوريدي في امتحانات بتوصل بيه للطلبة، والامتحانات التجريبية هذه مهمة جدا للطالب علشان يقدر يعرف قدرته على أداء الاختبار في الامتحان المركزي الرئيسي. يعني الطالب لما يدخل على الاختبار التجريبي وقابلته مشاكل ايا يكن نوعها، شو طبيعة المشاكل، سواء هاردوير او سوفتوير او مشكلة في التابلت او نوع الجهاز مش قادر ان هو ينفذ عليه الامتحان، يقدر ان هو يتلافاها ويحل هذه المشاكل قبل دخوله للامتحانات المركزية. فنقطة مهمة ان الطالب يدخل ويعرف المشاكل ويتلافاها ويكون جاهز وقت الاختبار المركزي ويدخل على طول عليه. النقطة المهمة اللي بعد كده، ابدا ابدا الطالب ما يدخل الامتحان قبل وقت الامتحان، لانه اذا دخل قبل الوقت الامتحان الاسئله ما بتظهر عنده. ايضا انه بيحتاج المعلم تاني يعمل له عارض جلسه ويضيع وقت الطالب، وهذا احنا مش يعني الامتحان كله 30 دقيقه، 30 دقيقه 30 دقيقه، يعني يا دوبك الطالب يدخل يحل الامتحان ويطلع، ومش محتاج دقيقه واحده او دقيقتين يطيحهم، لانه اذا دخل قبل الامتحان الاسئله ما بتظهر له، وفي نفس الوقت المعلم لازم يعمل له تشينج ديفايس عشان يرجع تاني يدخل على الطالب، يرجع تاني يدخل على الامتحان. وأيضا الطالب ما يدخل بعد الامتحان، الطالب يدخل أثناء وقت الامتحان المقرر له من قبل وزارة التربية والتعليم، يدخل في نفس وقت الامتحان وما يتأخر عنه. هذه من النقاط المهمة. بعض النقاط أيضا، يعني في طلبة بتكون لسه أول مرة تدخل الامتحان وما بتكون دخلت امتحانات تجريبية وتدخل على الموقع الغلط. طبعا لو الطالب داخل من البداية أريد هيكون عارف الموقع الصح هو إيه، ويكون أساسا صار جاهز وعارف وين بده يدخل وكيف ان هو يدخل على الامتحان الخاص به وشو المشاكل اللي قابلته وعداها وفاتته خلاص، واوريدي بقى هو جاهز. فجهوزية الطالب قبل الامتحان مهمة جدا 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 عشان الطالب ما يضيع ولا 10 ثواني حتى من وقته في الامتحان. من النقاط المهمة ايضا، طلبة من صف 9 لثاني 10 لن يقدر طالب على اداء الامتحان لهذه الصفوف من صف 9 لين 12 على الهاتف النقال. الهاتف النقال ما هيقدر يمتحن عليه، لأن الهاتف النقال ما بينزل عليه تطبيق السويفت المخصص لأداء الامتحانات على أجهزة التابلت والآيباد. الطالب إذا كان عنده تابلت هيقدر يدخل على بلاي ستور وينزل السويفت هيلاقيه موجود. إذا عنده آيباد بنظام iOS والأبل هيقدر يدخل على المتجر ويروح على تطبيق سويفت يعمل له بحث وهيقدر يعمل له داونلود. اما في الستور الخاص بالهاتف الاندرويد او الايفون مش هيلاقي في تطبيق سويفت. ففكره الهواتف من صف 9 ل 12 ابدا 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 الطالب ما هيقدر يؤدي الامتحان عليه. بالنسبه للطلبه اللي ما عندهم لا تابلت ولا ايباد بيقدر يؤدي الامتحان على الكمبيوتر. طبعا في صفحه بيانات الطالب اللي بتوصل له من الوزاره اللي فيها الباسورد الخاص بالامتحان بتاعه، هو بيكون كاتب له اختيارات اذا كنت تستخدم انت كمبيوتر يا اما بنظام ويندوز اللابتوب او الكمبيوتر العادي اللي هو البي سي ديسكتوب، يدخل على هذا الرابط. بمجرد دخوله على الرابط هينزل له البرنامج الخاص باداء الامتحان على الكمبيوتر. هذا بالنسبه للصف 9 لثاني 10. بمجرد انه يعمل له داونلود هذا التطبيق بيعمل له سيت اب، يخلص نهايه السيت اب الخاص بالبرنامج يعني لين يوصل لفينش، يبتدي بعد كده يروح لصفحة البيانات الخاصة به، يضغط على الرابط للتأديه الامتحان، يدخل الباسورد اوريدي. بعد ما يدخل الباسورد هينقله على هذا البرنامج اللي نزله اللي عمل له سيت اب من شوية ويأدي الامتحان عليه. هذا بيكون متصفح آمن خاص بالكمبيوتر من طلبة صف 9 لثاني 10. طيب طلبة حبايبنا من صف رابع لصف 8، الطلبة بتقدر ان هي تأدي الامتحان الخاص بيها من صف رابع لثامن في الاختبارات المركزية على المتصفح الكمبيوتر العادي، ويفضل ان هو يكون متصفح جوجل كروم او نسخة حديثة من تطبيق المتصفح الخاص بمايكروسوفت اللي هو ايدج اخر نسخة،
او فايرفوكس اخر نسخة، ولكن يفضل الدخول للامتحان من خلال تطبيق الجوجل كروم. طيب اذا قابلت بعض الطلبة مشاكل زي مشاكل مثلا ايرور في الصفحة وهو بيدخل الامتحان، او بيدخل مثلا طلع له شاشة مثلا صفرة، كلام فيها كتير، فيها خلفية صفرة، تأكد ان انت اصدارك للنسخة يكون اخر اصدار. تاني شيء اتأكد ان انت بتستخدم متصفح كروم، واذا استمرت برضو معاك المشكلة روح على اعدادات المتصفح واعمل له كلير كاش. كلير كاش تقدر تدخل من على اليوتيوب وتقدر تعرف وين تقدر تعمل كلير كاش للمتصفح اللي انت بتستخدمه. وزي ما انا قلت يفضل انك انت ويستحسن بنسبة كبيرة جدا انك تستخدم متصفح الجوجل كروم. طيب نقطة من النقاط المهمة اللي بعض الطلبة شفتهم بيواجهوها، وطبعا هذه بسبب برضو عدم دخولهم للامتحانات المركزية، طلبة كتير بتدخل على الموقع المنصة الخاطئ، بتدخل على الموقع الخاص هي بالمدارس الحكومية. الموقع اللي انت بتدخل عليه اسمه lms.privatemoe.ee وليس lms.gov.moe.ee. الموقع بتاعنا هكرره مرة تانية خاص بالمدارس الخاصة ومن ضمنهم مدرستنا هو lms.privatemoe.ee. طيب الطالب وقت الامتحانات، يعني مش هقول انه يستحسن ولا يفضل ولا هذا الموضوع، الطالب يجب عليه الدخول في الامتحان وقت الامتحان المخصص له من قبل وزارة التربية والتعليم. يعني انت عندك امتحان الساعة 11 تدخل الساعة 11، اذا عندك امتحان الساعة 1 تدخل الساعة 1، اذا عندك امتحان الساعة 4 تدخل الساعة 4. اذا دخلت الامتحان انت قبل الوقت اللي تم تعيينه لك خاص بالامتحان قبل الوقت مثلا ب 10 دقايق وربع ساعة، الاسئلة مش هتظهر لك وهدناتك انت معلق على السيستم لين المعلم يعمل لك من عنده اعادة جلسة عشان تدخل الامتحان مرة اخرى، واحنا مش عاوزين تضيع دقيقة ولا 10 ثواني حتى من الامتحان، احنا يهمنا مصلحة الطالب، وبالتالي يفضل انك انت تدخل وقت الامتحان. هذه من النقاط المهمة. وايضا ما تتأخر في دخولك الامتحان، انت برضو ما تتأخر في دخولك الامتحان، ليش تضيع 5 دقائق وعشر دقائق من وقتك؟ ادخل في وقت الامتحان الذي تم ارساله لك من قبل المدرسة. المدرسة اوريدي بعتت فترة الامتحانات المركزية كل مادة ومتى وقت الامتحان، ادخل في الوقت بالظبط عشان ما تضيع عليك وقت. طيب لبعض الرسائل اللي بتظهر للطلبة ان هو بيقول له انه عندك مثلا جلسة فعالة زي ما انا حكيت، تواصل مع المعلم دايركت وخليه يعمل لك اعادة جلسة. اذا الجهاز عندك علق او صار عندك مشكلة في السويفت وانت دخلت وما ظهرش لك الاسئلة، اعمل لوج اوت وارجع تاني ادخل. اذا الجهاز اللي عندك فيه مشاكل تقنية او عندك المتصفح فيه مشكلة، بعد ما تتبع الخطوات اللي انا حكيتها لك من شوية اطلع منه وادخل تاني. تكررت معاك المشكلة غير الجهاز وما تضيع وقتك واشتغل على جهاز تاني. يعني انت دائما وابدا حافظ على كل دقيقة عندك في الامتحان، لان الامتحان قصير مش طويل، امتحان مدته 30 دقيقة او 40 دقيقة. وهذه بعض النقاط الاساسية المهمة للطالب. طبعا مشاكل التقنية تقدر ان انت تتلافاها وتعالجها من خلال دخولك على الامتحانات التجريبية اللي بترسلها لك الوزارة. فضروري انك انت تكون دخلت على الامتحانات التجريبية هذه للمرة التانية انا بحكيها، وتتأكد ان انت ما يكون عندك مشاكل. واذا قابلتك مشاكل اصلا من اي هذا من اي نوع من هذا يعني التقنية وما قدرت تحلها، تواصل معي وصور لي، اعمل سكرين شوت وارسلها لي عشان اقول لك كيف طريقة حلها اذا انت ما قدرت انك انت تحلها. والله يعطيكم العافية جميعا، وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق في الامتحانات، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم. السلام عليكم.